النهارده كذا حد بيكلمني من صحابي، انا بشتغل في الحاجات بتاعت النجاره. ناس كتيره بتسالني على ايه انواع الخشب، اجيب ايه. الناس لاحظت انه ناس كتيره قوي مش فاهمه الفروقات بين الخشب، فقررت اعمل فيديو. الفيديو ده اي حد هيسالني بعد كده يقول لي الخشب ده نوعه ايه او شكله ايه او مواصفاته ايه، هبعت له الفيديو ده. هحاول في اقل من 10 دقايق ان انا ايه اشرح بسرعه انواع الخشب. طيب بسرعة كده، في خشب نوعين، خشب طبيعي وفي خشب صناعي. هنتكلم الأول على الخشب الطبيعي، بعد كده هنتكلم على الخشب الصناعي. الخشب الطبيعي نوعين برضو تاني. الخشب الطبيعي في حاجة اسمها هارد وود وسوفت وود. الهارد وود هو الخشب الجامد الناشف اللي هو شبه اللي بنسمع عنه في مصر زان وقرو. الخشب الطري أو السوفت وود اللي هو زي السويدي او العزيزي بيسموه، وليه اسامي تانية كتير. طب ايه الفرق بينهم او نقدر نفرقهم ازاي بين بعض وايه استخداماتهم؟ اول حاجة بالنسبة للخشب الهارد وود، الهارد وود ده بيجي من الشجر عادة المثمر اللي بيطلع مثلا فاكهة، او في الشتاء الاسهل اللي هو في الشتاء ورقه بيقع، عادة ده بيبقى هارد وود. السوفت وود اللي هو بيبقى شبه شجر الكريسماس اللي هو بيسموه زي بيسموه باين، ده بيسموه بره مصر، بيبقى في اوروبا عاده، ده بيبقى خشب طري وليه استخدامات غير الهارد وود. طيب لو اتكلمنا مبدئيا، خلينا نبتدي تاني، نرجع تاني بقى للهارد وود. الهارد وود عاده بيستخدم في الارضيات. في مصر عندنا اكتر حاجه بيستخدموها الناس الزان، وبيستخدموا القرو. القرو اغلى من الزان. في بقى انواع كتيره جدا من الهارد وود او الخشب الجامد. الاسعار طبعا مش هنتكلم على الاسعار عشان الاسعار كل يوم مختلفه عن الثانيه. نقول مثلا الجوز دلوقتي خشب، ده اسمه خشب جوز، ده المتر بتاعه حوالي 60,000 جنيه في مصر، وبعدين بينزل تاني ل 50، وبعدين يعني اسعاره متفاوته. وده شكل من اشكال الزان. شجر الزان بيستخدم كتير قوي في مصر عشان ملوش اي، بيسموه هنا في مصر التفجيره، او اللي هي يعني الفجر بتاعه مش واضح، فبيقدروا يستخدموه كده وكده. طيب ده بالنسبه للهارد وود. السوفت وود عاده اللي هو الخشب اللي بيستخدم مثلا ساعات في اوض النوم، بيستخدموه في الارضيات او في مثلا الحاجات البحر، بيبقى ارخص طبعا بالسعر، وده بيبقى اخف وما بيبقاش قوي زي الخشب الهارد وود. طيب ايه موضوع جامد وسوفت وهارد وكلام من ده؟ الموضوع كله انه في حاجه بره بيقدروا يقدروا درجه صلابه الخشب، فبيجيبوا حاجه في مكنه كده شبه البليه، وبيجوا بالبليه وبيتكوا على الخشبه وبيشوفوا درجه استحمال الخشب، فبيقدروا يفرقوه بين هارد وسوفت وود. وكل واحد دايما طبعا زي ما انا قلت، الشجر السوفت وود اللي هو الباين عاده بيبقى، وانواع تانيه طبعا كتير، ده اللي هو هتلاقيه اخضر طول السنه. اللي هو الباين شبه شجر الكريسماس، انا بحاول اسهلها. طيب حد بيجي يبص على الخشب، كل رسومات الخشب بتختلف عادة. طبعا الخشب الهارد وود بيبقى اغلى بكتير جدا، وده في منه انواع كتيرة جدا. في انواع بيسموها زي ما بقول لك في مصر مفجرة، يعني فيها الشكل ده هوت، ليها رسمة، وفي انواع بدون. طيب ايه اللي يفرق؟ اللي يفرق بانه الخشب هنا سهل، عايزين نشرحها بشكل احلى. لو بصينا ده سوفت وود دي بيتش باين، لو بصينا هنا هنلاقي الشجر دي حلقات الشجر. ايه الحلقات دهيت؟ الحلقات دهيت الفاتح ده الصيف، الغامق ده الشتاء، الفاتح الصيف شتاء صيف وهكذا، دي سنين الشجر. طب ليه دي غامقه وليه دي فاتحه؟ بكل سهوله عشان في الصيف الفاتح ده الشجر بيكبر بسرعه قوي، الغامق ده هوت ده الشجر في الشتاء بيتعامل، الدنيا بتبقى ساقعه جدا، في قله ميه، في تلج، فبالتالي تلاقي الشجره بتكبر بالراحه جدا، فبتلاقيها تطلع حته غامقه. طيب حد يقول لي طب ما في شجر ما فيهوش دول؟ طيب لا، ده بيبقى عاده
بيبقى في الخط الاستوائي زي اللي بنقول الشجر اللي هو اللي بيسموه اكزوتيك وود. الاكزوتيك وود ده نجيب حاجه كده شبهها، نقول مثلا اليالو هارت ده اصفر خالص، الاصفر خالص ده هوت ما فيهوش تغييره، بيبقى عاده بيطلع في خط الاستواء، فما عندهمش لا صيف ولا عندهم شتاء، فبالتالي الشجره بتفضل تنمو بدون ما يكون ليها شكل زي اللي احنا شايفينه ده. طيب الشكل ده هوت، طبعا لو حد عاوز يعرف اكتر ممكن عايز تعرف عمر الشجره دي قد ايه، فابيض وغامق دي سنه، ابيض غامق دي سنه تانيه وهكذا. فلما بيجي يقطع الخشب بقى دي هنتكلم فيها بعد كده، حسب قطعيه الخشب الحته ده هيت اللي انت بقى بتشوفها في الاخر بيبقى ليها شكل، دي هنتكلم عليها بعد كده. فيبقى عندنا دلوقتي تاني عشان الموضوع الخشب، عندنا خشب سوفت وود اللي هو الخشب الطري، وخشب الصلب اللي هو الهارد وود. الهارد وود في حاجات منه كتير جدا اسعاره بتتراوح، من ارخص الحاجات في مصر اللي بتستخدم او في الدول العربيه اللي هو الزان، في بقى زان احمر وزان من رومانيا وزان من روسيا، بس هو ده نوع الخشب. نخش بقى الحته الثانيه اللي هي الاخشاب المصنعه. طيب الاخشاب المصنعه دهيت فيها نوعين هم يعني رئيسيين في مصر، اللي هو الخشب الطبقات اللي هو بيبقى بالشكل ده، ده بيبقى جاي ده انضف حاجه في الالواح، ده بيتباع بشكل لوح. الخشب الطبيعي بيتباع بالمتر، يعني متر يعني ايه؟ مش متر طولي، احنا بنتكلم متر بمعنى متر في متر في متر، ومتر مكعب بيحسبوه، وده سعر لما اقول لك سعر المتر كذا يبقى سعر المتر في متر في متر. ده بيتباع بألواح شيتس، الألواح دي بقى بتختلف من شكل الخشب ونوعه، ده اسمه بلاي وود. البلاي وود دهوت في مصر هنا بيسموه الفنلندي، اللي هو طبقات، والطبقة دهيت بتبقى واحدة بالعرض واحدة بالطول، شرايح بيلزقوهم في بعض عرض وطول، فبتدي صلابة حلوة قوي، وبيستخدموها عادة في المطابخ. دي بتتباع، ممكن تتباع عليها من بره قشره قر وقشره، يعني في حاجات كتير قوي جدا في السوق، وممكن برضو بيبقى عليها منامين، وممكن بيبقى عليها زي قشره بلاستيك، فهي دي فكره الطبقات. الام دي اف نفس الشيء برضو، الام دي اف ده عباره عن خشب بيجوا يطحنوه وبيطحن مع صمغ، وبعد كده بيتعمل الواح. برضو الالواح دي بتبقى 2 متر 40، الالواح دي بتبقى كبيره وبنقص فيها حتت على قد ما بنقدر، حتت صغيره. طيب ده بيستخدم في الادراج عاده، بيستخدم في بعض، ده المفروض ارخص حاجه بيبقى، ده اغلى حاجه. طبعا في بقى خشب مطوط تاني سدايب، وفي مصر بيستخدموه كتير. الخشب ده هو ما هوش افضل حاجه، بس بيقدر يعني ليه استخدامات، كل نوع من انواع الخشب ده ليه استخدامات. طبعا الناس انا بتكلم هنا ما بتكلم مع ناس هواه، ما بتكلمش مع محترفين، فالمحترفين بيبقوا عارفين كل المعلومات اللي انا بقولها دهيت. الناس الهواه اللي بيبقى عايز يعرف ايه الفرق بين الخشب بيقدر نقول له ايه انواع دهيت بكل سهوله. طيب يعني ايه لما نتكلم بقى على موضوع الخشب، ايه اللي بيخليه نقدر نربط خشبه بخشب؟ دي هنتكلم عليها الحلقه الجايه. الحلقه الجايه هنتكلم على طريقه ازاي لما بنيجي نبني اي حاجه بالخشب، الخشب ده هو نربطه ازاي. طبعا انا بتكلم هو، انا مش عايز اتكلم مع الجماعه المحترفين دول، الحاجات دي بالنسبه لهم سهله. هنتكلم بعد كده على طريقه استخدامات الخشب دهيت. يا ريت اكون قلتها بسرعه الحلقه دهيت، وهبعتها بعد كده اي حد هيسالني انواع الخشب هبعتها. شكرا.